حياكم الله ومساء الخير، حياكم الله في حلقة جديدة للراصد. هذه الحلقة فيها العديد من الموضوعات. أول موضوعات حلقة الليلة: الإطاحة بموظف في مالية جازان تقاضى رشوة 4 مليون ريال. وطلبت الخلع بحجة إن شخصية ومظهر زوجها غير مناسب. ولي أمر يضرب معلم أمام طلابه بالعقال قبل تدخل المعلمين. بتشوفوا معنا أيضا في حلقة اليوم: نصف شركات التأمين في المملكة ترفع أسعارها بعد خسائر وصفتها بالكبيرة. خمسة آلاف وظيفة نسائية يوفرها مصنع ينبع الصناعي الجديد. والعمل توقف خدماتها عن سعودي أوجيه لعدم دفعها رواتب العمالة والموظفين. تحقق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة بالتعاون مع المباحث الإدارية مع الممثل المالي لوزارة المالية في منطقة جازان بقضية رشوة قدرها 4 ملايين ريال. هذا كان على خلفية بلاغ تقدم فيه أحد المواطنين لنزاهة. أوضح المتحدث الرسمي لنزاهة الأستاذ عبد الرحمن العجلان أن المحكمة الإدارية بجازان تنظر في قضية الرشوة اللي تقدم بالإبلاغ عنها أحد المواطنين وهو مقاول، ويشتكي من طلب الممثل المالي لوزارة المالية في منطقة جازان بالتعاون مع أحد موظفي إدارة تعليم جازان مبلغ 4 ملايين ريال من إحدى شركات المقاولات اللي تنفذ بعض مشاريع التعليم في المنطقة مقابل التوقيع على مستخلصاته المالية. أضاف أن الهيئة نسقت مع المباحث الإدارية بجازان اللي قبضت على المتهمين بالجرم المشهود لحظة استلام الطرف الأول مبلغ 1 مليون ريال دفعة أولى من المبلغ المتفق عليه. للحديث عن هالقضية أبعادها أيضا اللي صاحبتها معي المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ عبد الرحمن العجلان. أهلا أستاذ عبد الرحمن. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله. أنا عارف أنك بالمطار ونعطلك شوي على رحلتك. الله يعطيك العافية. الله يسلمك. نتحدث عن قضية قبض على المتهم بالجرم المشهود. أتصور أنه يعني تعتبر للمرة الأولى اللي تصير في الفترة القريبة الماضية. يعني وضح لي الإجراءات اللي تمت حتى تم القبض عليه بالجرم المشهود. حياك الله أستاذ عبد الله وحيا الله مشاهدي قناة الإخبارية. الموضوع كما أشارت إليه الهيئة في بيانها أنه الهيئة تلقت الحقيقة بلاغ من أحد المقاولين عن طلب مراقب مالي في منطقة جازان مبلغ 4 مليون ريال مقابل التوقيع على مستخلصات الشركة. الهيئة في إطار الحقيقة التعاون مع المباحث الإدارية أبلغت المباحث الإدارية لتتولى عملية الضبط بالجرم المشهود، وجرى التنسيق مع المباحث، والحقيقة أنا أوجه لهم الشكر على تعاونهم وتجاوبهم المستمر مع الهيئة. والحقيقة تم الترتيب لهذا الموضوع مع المباحث، وتم القبض على المذكور بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ 1 مليون ريال من المبلغ الذي طلبه وهو 4 مليون ريال. والحقيقة يعني لا شك أن الرشوة هي يعني من أبشع جرائم الفساد. صحيح. وهي الحقيقة يعني تنطوي على أنواع متعددة من الفساد، سواء ما يتعلق باستغلال النفوذ، باستغلال الوظيفة، بخيانة. صحيح. الأمانة، أستاذ عبد الرحمن، بأكل أموال الناس الباطل. كل هذه الحقيقة تنتظمها
جريمة الرشوة وهي من أشنع الجرائم الحقيقة. أنا أقول أستاذ عبد الرحمن أنتوا الفترة الماضية وأيضا يعني حتى في ظهوركم الإعلامي اللي المكثف بصراحة الفترة الماضية، حتى اللي تسول له نفسه يبدأ يفكر ألف مرة قبل ما يبدأ يقدم على مثل هالأشياء. لكن الآن هذا المقاول الآن كيف أنا أحميه يا نزاهة أنه أيضا ما حد يوقف له بكرة؟ لا لا، الهيئة الحقيقة كما ذكرت سابقا في لقاءات سابقة مع أستاذ عبد الله تتعهد بحماية كل مبلغ، والحقيقة قبل قضية الحماية أو غيرها الحقيقة تأمل من كل مقاول أو مواطن يرى مثل هذه الممارسات أن الحقيقة يستجيب للدافع الوطني وقبل ذلك الدافع الديني أيضا في محاربة هذه الآفة. لا يمكن محاربة مثل هذه الآفات سواء الرشوة أو غيرها من مظاهر الفساد إلا بعدم السكوت وبتكاتف الجهود بين الحقيقة عموم الجمهور والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك الجهات الرسمية الأخرى. طيب أنا أذنت لي أستاذ عبد الرحمن وأسف أني أخرتك، لكن في قضية كانت الفترة الماضية في صحة حفر الباطن، وظهر واحد يتكلم أنه هو بلغ نزاهة وفي الأخير ويعني هو الآن جالس ما عنده حتى مكتب، وبصراحة الرجل امتدح نزاهة قال نزاهة بتدافع عني ولا عندي مشكلة وبيض الله وجه نزاهة أقولها نصا كما قالها. لكن أنا أتكلم أنه هالشخص الآن يعني يبدأ يتعرض للمضايقة، أنتوا الآن يعني زي هالشخص وغيره، هل صحيح أنكم تتعهدون بالدفاع عنهم وإعادتهم حتى إلى الأماكن اللي كانوا فيها؟ الحقيقة كما ذكرت في بداية حديثك تقول الوجود المكثف أو الظهور المكثف للهيئة، الحقيقة ليس القصد هو الظهور، القصد هو الحقيقة من باب الشفافية وإحاطة الجمهور بما الحقيقة بما يتم. الأخ اللي ظهر في مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي هذا فعلا أبلغ الهيئة ببلاغ يخص الحقيقة الشؤون الصحية في منطقة حفر الباطن، ولا زال بلاغه تحت الدراسة. لكن الحقيقة أود الإشارة إلى أن الأخ المبلغ عنده أصلا مشكلة إدارية مع جهات عمله قبل موضوع الهيئة. نعم. عشان بس ما نحملكم المسؤولية. وبعدين ترى أستاذ عبد الرحمن الظهور المكثف لنزاهة هو ميزة وليس عيب، لأنه أنتم قاعدين تتكلمون وتطمنون الناس على المال العام على الخدمات المقدمة، عندكم حديث عن كثير من القضايا، فصمتكم عيب وليس ميزة، لكن الميزة أنكم تظهرون هالفترة. بالتأكيد هو مثل ما ذكرت لك من باب الشفافية. صحيح. وأيضا من باب الشفافية أنا لست مسافر، لكن هناك اجتماع لرؤساء أجهزة قالوا لي أنك مسافر ترى. لا لا، هناك اجتماع لأصحاب المعالي رؤساء أجهزة مكافحة الفساد في دول الخليج غدا في الأمانة العامة لمجلس التعاون، والحقيقه ان نستقبل ضيوفنا فقط ولست مسافرا. اجل الله يوفقك ويسر امرك. انا باب الشفافيه ايوه زينه الشفافيه بصراحه. وبعدين تراكم يعني انا ترى يستغل وجودك دائما. انا امس كان في خبر طالع في اغلب الصحف عن الخطوط السعوديه انكم زعلانين عليهم لانهم فرغوا بعض المطارات من الرحلات او قللوا بعض الرحلات على حساب رحلات خارجيه، والخطوط السعوديه ما استطاعت ترد على هالكلام لانكم انتم متوثقين وعارفين يعني وضعكم جيد، فهذا بصراحه تشكرون عليه. شكرا استاذ عبد الرحمن العجلان، يعطيك العافيه، دائم شاكر لك. شكرا. بصراحه اهلا وسهلا، الله يحفظك. نروح فاصل. واحد من شهدائنا الابطال اللي ضحوا بارواحهم فداء لهذا الوطن، وراجعين من ثاني نناقش قضايا اخرى في هذه الحلقه. قواتنا التي تدافع عن ديننا قبل كل شيء وعن بلاد الحرمين، ومن دافع عن بلاد الحرمين وحدودها وأمنها الداخلي فهو يدافع عن وطن يستحق منا الدفاع عنه، وشعب وفي يستحق منا توفير أمنه في الداخل والخارج. عشت يا سلمان ورجالك تراها دونك الطوفان والحصن الحصين يحرسون الأرض من خاين النواب.
عندما تجتمع حرفية الجودة بالتصاميم المميزة والخامات الجديدة، تأكد أنها أشمغة وغطر بروجي الشتوية من عجلان وإخوانه. ثوب دروش الشتوي الحل الأمثل للأناقة. والآن ثوب دروش فروة بأناقة الثوب السعودي وبطانة الفروة. من رفض قاضي في محكمة الأحوال الشخصية في جدة دعوى مواطنة تطلب الخلع من زوجها بحجة أن شخصيته ما تناسبها، فضلاً عن مظهر الخارجي، كما أن أيضاً يحرمها من حريتها الشخصية زي ما قالت. جاء الرفض لعدم اكتمال شروط تقديم الخلع المتعارف عليه لدى الشرع، فيما حول القاضي الزوجين إلى لجنة الصلح. الحديث عن هذه القضية ينضم لي هنا في الاستوديو المحامي والمستشار القانوني المعروف بصراحة الأستاذ سلطان الزاحم. أهلا أستاذ سلطان. يا مرحبا. شروط تقديم الخلع، أنا بسألك شيء عن هالقضية. القضية عشان أشرح لك إياها ببساطة، المرأة راحت هي وزوجها سافروا برا، فشافت بعض الأوضاع وكذا، قالت والله أنت ما أنت مناسب ولا تنفع، وأنت يعني ما تعجبني، فأنا والله بطلب خلع منك، وتقول انت ما قاعد تعطيني حريتي. هل اشياء والاشياء اللي احيانا نعتقد انها سطحيه هل يؤخذ فيها في القضاء؟ اول شيء يبين انه الخلع والطلاق هما وجهان لعمله واحده، فسخ نكاح وانتهاء. ولا شك اني اشوف او الاحظ كثير من حالات الخلع في النساء خاصه، واستعجالهم لاشياء خلنا نسميها التافهه. انا كمحامي وأتلقى كثير من الشكاوى، وعلاقتنا بكثير من القضاة يؤكدون على ذلك. أنت تقولها كرجل؟ أنا أتكلم كمشرف على قضايا. أتركني كرجل. أيضا هناك من الرجال من يطلق لأسباب تافهة. ولكن في حالة الخلع أو تمسك بعض النساء في مسائل الخلع هذه السريعة، ثم ترجع لأهلها ويكونون أهلها غالبا مو بذيك الرؤية، فهم يدمرون أصلا بناتهم في استجابتهم وسرعة استجابتهم، يدمرون أصلاً نسائهم، وهذا موجود. القضية سخيفة لدرجة أنه يعني أنها طلعت برا وشافت زوجها ما يناسبها شكله، يعني ما عاد صار يجوز لها، هذه جداً سخافة صحيح؟ لا ما أعتقد كذا، أنا أعتقد والله أعلم حسب ما سمعت أنه هو رجل محافظ حسب الخبر. علمها القرآن وكذا، أعتقد قال لها غطي ما كذا، وبعضهم يمكن يشدد في مسألة الغطاء إيه، فقالت له أنت متشدد أنت فطلبت الخلع. وعموما هذه حالات كثير تسير فيما يسمى الشهر العسل الأول، وفي بعض الأشياء حقيقة تكون المرأة لها حق فيها، تكتشف أن الزوج عليه تصرفات برا، إما يشرب أو كذا. أنا جاتني قضايا هذه قد يكون لها سبب. أما البعض مثل هذا وجيه لما يكون في يعني أشياء ما هي بزينة وكذا، هذا سبب وجيه شرعا على طول. متى الشرع يقول للمرأة أو القاضي شرعيا يقول للمرأة وقفي ولا يحق لك طلب الخلع في هالحالة؟ إذا مثل ما قلت أمور تافهة، فيحيلهم الآن إلى مجلس الصلح. إيه؟ ومجلس الصلح كما يقال يتروون في هذه المسألة. يا بنت وين أهلك؟ تعالوا. المسألة ما هي مسألة القاضي ما همه، يبي يطلق لو يبي يطلق في نفس الساعة. إيه لكن لا بس في مسألة مهمة. أيوه؟ الحين بعضهم يقولون القاضي ما طلق، اشتكونا. أيوه؟ القاضي ما طلق، سبعة جلسة ثمانية، القاضي وش همه؟ يقدر يطلق من أول جلسة في ثواني وأنت واقفة. طيب هو ليش ما طلق؟ هم ما يفهمون كذا، يفهمون القاضي يتلكأ في القضية وقاعد يتأخر، وهذا كذا وضرنا. الأم تتصل بنتي، طيب هو القاضي وش همه؟ كان يهمه وتحسب له كمان قضية، ولكن هو ما يريد الطلاق. لأن في مسألة مهمة. أيوة. تطلقت البنت، دبروا لها أهلها 50-100 ألف اللي يسموها المهر. أيوة. وبسيطة تزوج الثاني، وغالبا تقع في نفس المشكلة لأنهم ما هم فاهمين مسائل الزوجية، والأهل ليس لديهم فهم كامل، وتطلق مرة ثانية وصدقوا بنتهم. مسألة تطلقت ثانية وثالثة، هل عمرك سمعت امرأة بعد ثالث طلاق أو ثاني، خلينا نقول ثالث طلاق، تتزوج؟ لا، في الغالب ما تتزوج. ولكن الرجل لو يطلق 20 طلقة يتزوج، سبحان الله مثل الضبط.
ما يخاف عليه. لا 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 صدق صدق صدق. فأنا أقول الآن لا شوف أنا في مسألة عشان الحلول. إيه. وزارة العدل حسب ما سمعت وإن شاء الله إنه حقيقي إنها الآن ستخضع أو ستخضع الخاطبين. أيوة. أو ستلزمهم بالدورة. الحين ألزم العقد النكاح. وش دخل العدل إنها تسوي دورة؟ لحظة. الحين مو العدل أمرت أو وجهت ما دون الأنكحة ما يعقد النكاح إلا بتقرير طبي. صح الفحص الطبي. فحص الطبي. طيب هذا ما يسمى العضوي. طيب النفسي أو الاجتماعي هو أهم هدم البيوت. صح. يلزمهم بدورات. يلزم بدورة. وعموما هذه الدورة يلزم لمن يأخذ بعض المساعدات. ولكن قليل اللي يأخذ المساعدات. ولكن أنا أتمنى أن يكون هذا اللي سمعته حقيقي. بس الشروط هذه يعني هل هي الشروط هذه صحيحة؟ أو طبعاً أو 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 أنها تفسد العقد نفسه عقد لا يا رجل إن الله يزعم بالسلطان ما لا يزعم بالقرآن إذا وزارة العدل ما على نسب الطلاق المرتفعة تتكلم والخلع وكذا أنا أتكلم على الوجهين حتى الرجل الآن بعض أشياء يقول والله ما حبيتها على أشياء تافهة وطلقها صح إيه؟ وأحيانا حتى بعد 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 أي سفرة بعض الرجال يقول والله شفت أو بعض الأفلام اللي يشوفها وكذا إنه يقول والله ليه ما أنت بمثل ذي أو كذا فيطلق هذا أيضا عقليته هذا كبرى عدم يسمى عدم الفهم حياة زوجية أنا بسألك لو الآن جبنا شايب وحرمة ورجال مثلا لهم 40-50 سنة وحفدوا نقول للرجال كم مرة فكرت من يوم تزوجت ليومك هذا تطلق فلانة بيقول مئات المرات أنت يا فلانة كم مرة فكرت أنك تتركين الزوج تقول أشياء كثيرة شوف ما زالوا موجودين ولكن يعني ناشب ناشب هو لا لا هي المسألة فهم الحياة الزوجية صحيح معك صح نعم. وكثير من كبار السن يعني يقول عشرتها ما تمل رغم انهم تشوفهم يتهاوشون تشوف انهم لكن الفكرة دائما شيخ سلطان انه 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 احنا عقليات تصور انه السن اللي الان موجود من العشرينات الثلاثينات انه قاعدين نطلق على اشياء تافهة 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 الاهل طيب البنت تبكي لسبب تافه والأم تجي فزعة والأبو يفزع بعد الأم والخالب تقول اترك هذه بنتي تعذبت وش تعذبت خليها ترتاح عندك شهر شهرين حل المسائل صح. فأنا أقول إن شاء الله بس الإجراء اللي سمعته من وزارة العدل يحقق وبسرعة إيه؟ لأن هي اللي يكف صح صح مسائل الدورة شكرا لك أستاذ سلطان الزاحم المستشار القانوني اللي دائما نزعجك وإحنا استغلينا وجودك جاي من المدينة فأشكر لك هذا التواجد وأنا من زمان أيضا ما شفتك يا سيدي الله يحفظك طول عمرك شكرا يا شيخ الله يحفظك فاجأ ولي أمر أحد الطلاب معلم ولدها بعدة ضربات بالعقال أمام طلابه داخل الفصل الدراسي هذا كان في واحدة من مدارس البنين الابتدائية التابعة لمكتب تعليم الجبيل ولي الأمر حضر للمدرسة واتجه مباشرة نحو الفصل الدراسي اللي يوجد فيه المعلم باغته بالضربات اللي قلناها بالعقال قبل ما يتدخل عدد من المعلمين والطاقم الإداري لفضل اشتباك بين المعلم وولي الأمر اللي سارع لأخذ ابنه وأيضاً غادر من المدرسة مباشرة وذكرت مصادر مطلعة أن ولي الأمر يدعي تسبب المعلم في انتكاس حالة ابنه اللي كان يعاني من التأتأة في الفترة الماضية في مدعى المعلم أنه ما وبخ الطالب وأنه قام بإرسال خطاب استدعاء لولي أمر الطالب للحديث عن هذه القضية ينضم لي عبر الهاتف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية الأستاذ سعيد الباحص أهلا أستاذ سعيد أهلا مساء الخير أستاذ عبد الله حياكم الله يعطيكم العافية بس ودي أفهم القضية اللي حصلت هل معقول أن المعلم تم ضربه بالطريقة اللي ذكرناها في الخبر وفي الحقيقة لعلي أورد لك القصة باختصار أخي عبد الله وللمشاهدين جميعا تفضل الحادثة هذه أو الواقعة هذه وقعت يوم الخميس الماضي في تمام الساعة 7:30 تقريبا صباحا في أحد مدارس الابتدائية التابعة لقطاع تعليم محافظة الجبيل حقيقة المعلم باغت وفاجأ الولي الأمر باغت وفاجأ المعلم
بالدخول عليه داخل الفصل والاعتداء عليه أمام المرأة أمام الطلاب جميعهم. فغادر بعد ذلك المدرسة. الإجراء الذي تم اتباعه من قبل قائد المدرسة تم يعني إبلاغ الجهات الأمنية لاستكمال اللازم نظاما، وتم تحرير محضر حقيقة وتم رفعه إلى مكتب تعليم الجبيل، تم شرح في حيثيات هذه الواقعة ولمعرفة أسبابها ودوافعها. أيضا من الإجراءات التي تمت بالأمس قام الزميل الأستاذ عيسى الحربي مدير مكتب تعليم الجبيل بالزيارة للمعلم زميلنا في المدرسة للسلام عليه والاطمئنان عليه حقيقة، ووجه أيضا أثناء ذلك بتنفيذ برنامج إرشادي للطلاب الذين شاهدوا هذه الواقعة حتى لا يؤثر عليهم نفسيا من خلال ما شاهدوه من واقعة وحادثة قد تؤثر عليهم نفسيا. الأمر الآن القضية تم إيداعها إلى شعبة القضايا بمكتب التعليم لمعرفة الأسباب والدوافع التي قادت أولي الأمر للاعتداء على المعلم، وبإذن الله تعالى سيأخذ كل ذي حق حقه بحول الله وقوته. الفكرة أستاذ سعيد أنه أنتم عندكم أتصور شؤون قانونية عندكم أو أيضا في تعليم الشرقية عموما. نعم. المعلم مهما كان ما يضرب، يعني احنا نقول ان المعلم احيانا يضرب، لكن انه يضرب بالطريقة هذه انه يبغالنا نوكل محامي على هالقضية، معاي في هالرأي او لا؟ معك استاذ عبد الله، ولذلك المدرسة هي تعتبر كيان حكومي له حصانته وكذلك له احترامه. جميل. وهناك انظمة، كنا نتمنى ان يلجأ لها ولي الامر للقنوات الرسمية لتقديم سواء كان شكوى او اي عائق او اي مشكلة، ان يتقدم بالخطاب الرسمي ليشرح فيها الإشكالية التي يعاني منها ابنه أو غيره. فبالتالي هذا اللجوء النظامي والقانوني يكفل له بحقيقة بأخذ حقه بالطريقة الصحيحة والنظامية المنصوص عليها. أما أن يتعدى على المعلم أو يتعدى على المنشأة أو يتعدى على هذه المؤسسة ويعتدي على زميلنا داخل هذه المدرسة، لا أعتقد أنه تصرف لا يقبله الرأي العام. صحيح. وبالتالي المدرسة ليست مسرح للنزاعات أو أنها ساحة لإشكاليات وغيرها، فبالتالي يجب أن تحترم هذه المؤسسات، يجب أن نلجأ إلى الأنظمة والطرق الرسمية في ذلك حتى تعطى الحقوق للأشخاص بكامل وقائها. وأيضا ننطلق من خلال قيمنا التي نسعى إلى توضيحها بالإيجاب، وواحدة من قيمنا الأساسية هو تحقيق مبدأ العدالة. فمبدأ العدالة بإذن الله تعالى تعطي كل ذي حق الحق. بصراحة كنت يعني اللي سويتوه مع المعلم وحضور يعني مدير التعليم في الجبيل للمعلم أيضا شيء جيد، وأيضا توكيل محامي للدفاع عن المعلمين شيء مرة مهم. الله يوفقكم أستاذ سعيد الباحص المتحدث الرسمي لتعليم الجبيل، شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية سيدي. المرة هذه الآن في الخبر هذا عكس الخبر السابق، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد المعلمين وهو يقوم بإهانة وضرب أحد الطلاب في متوسطة الفيصلية المخصصة للموهوبين بالطبع هذه في جدة، حيث قام أحد الطلاب في الفصل بتصوير الحادثة وتوثيقها، وتظهر تصوير المقطع يظهر آخر معلم يظهر وهو يعتذر للطالب، لكن وزارة التعليم أصدرت بيان أكدت فيه توقيف المعلم عن التدريس حتى انتهت التحقيقات معه، وأشارت الوزارة إلى أنها ترفض مثل هذه التصرفات غير التربوية في جميع مدارسها خاصة في مدرسة تختص بالموهوبين. يشار لأن الطالب حسن هيثم شرارة قد فاز بمسابقة اليوسيماث العالمية وحصل على المركز الثالث على مستوى العالم. احنا دائما نبغى إدارة التعليم انها تتجاوب معانا في جدة وما يكون لكم اي عذر دائما في الغياب. المتحدث وظيفتك انك انت متحدث رسمي، يعني يجب ان ترد عجبناك ما عجبناك، اذا اخطينا عليك تستطيع حتى ان تحاسبني شخصيا يعني، وتقدر تتكلم الكلام هذا امام الناس انه انا اسأت، اذا اسأت لاي شخص كائنا من كان. والدة الطالب ام حسن معايا على الهاتف، ابغى اسمع منها. ام حسن،
ايوه الو. حياك الله يا ام حسن. الله يحييك، يا هلا، كيف الحال؟ كيف نفسية الولد؟ ان شاء الله اموره طيبة. والله اليوم اسوأ من سيئة. ليه؟ اليوم اسوأ من سيئة، يعني يمكن امس كان شوية اهون. اليوم طبعا رحنا المدرسة، راح المدرسة عادي. للأسف طبعا دخل المدرسة عادي، على أساس اتصل علينا مدير التعليم الله يسعد الصباح وقدم اعتذار رسمي من الطالب وقال له روح المدرسة اعتذروا منك المدرس. راح المدرسة فعلا اعتذر منه، لكن المدير نوه له انه زي ما يعتذر منك المعلم انت المفروض تعتذر من المعلم. طبعا هو اعتذر من المعلم مرتين برغم انه ما غلط، لكن اعتذر. بعد ما خرج كل الاولاد طول ما هو ماشي في المدرسة بيتكلموا معاه وبيقولوا له انت الملطشة حقت المدرسة، الكل ضرب فيك، انضربت ونشرت افلام صورتك، وفوق ده كله انت اللي رحت واعتذرت منه. والله شوف دحين الى الان احنا لنا ساعة بس نقنعه انه ادخل نام عشان تبقى تروح المدرسة، هو يقول لك انا ما راح اروح المدرسة. يعني بس يعني اسوأ من السيء صراحة. يعني الطلاب في المدرسة كانوا يقولوا له انت الملطشة، ها؟ ايوه بالضبط. لا يعني هو للاسف انه ملطشه واعتذر، يعني اوكي صح انا معاك هو معلمه ويحق له انه يعتذر منه على عيننا وراسنا، لكن المفروض انه هو يكون يعني شيء ثاني، يعني ما يعتذر منه على طول اول ما يجي الصباح. صح، يعني طول النهار وهو ما هو انت انضربت ورحت اعتذرت طول الوقت الين ما خرج الدور وهم يضحكوا عليه انت اللي انضربت وانت اللي رحت اعتذرت. في الاخير انا اعرف ان حسن ابدا انه احنا انهينا الموضوع. أيه. اذا كان مثلا في بالهم انه انتهى الموضوع وما انتهى الموضوع. أيه. ام حسن، هو الـ يعني ولدك حسن اخذ المركز الثالث على مستوى العالم في الرياضيات، ها؟ ايوه ايوه. والمدرسه مدرسه موهوبين، والله مؤدب محترم. الفيلم يشهد، يعني انت شايف هو بينضرب فوق ده كله ما خرج من الفصل ارجع برضه بيطلب منه الاذن، يعني انت شفت الفيلم، يعني هو بينضرب وبيقول ابغى اروح. لو واحد ثاني كان دفه وخرج صح ولا لا؟ صحيح، لكن برضه بيطلب منه برضه ما خرج الين ما طلب الاذن، وهو ذاك برضه شغال يضرب فيه. تبغين الجد يعني؟ هو صراحه المدرسه ما قصت، لما فات الحد كرموه ومدير التعليم كرمه صراحه، يعني لها يعني كثير حسنات المدرسه. بس بصراحه اذا كان عندنا زي المشاهد هذه، المشهد مره يخوف، يعني تلطيش والله هذا. العظيم يعني بالله انا امس الين الساعه 1 في المستشفى باخذ ادويه اعصاب بعد ما شفت ولدي هو بينضرب. أم حسن يعني أرجو منك رجاء أنه تحافظين على الولد هذا كثير، يعني الولد موهوب وذكي، فأرجو أنكم تطلعونه من الجو هذا، يعني تودونه مكان تروحون، يعني شوفوا لكم دبرة أن الولد يطلع من الأجواء اللي أنتم حاطينه فيها والمدرسة أيضا. والله نفسية اليوم، نفسية اليوم عن جد سيء، برغم أنه راح الصباح يعني شوية، لكن شفتي والله والله من يوم ما رجع من المدرسة هو يقولك أنا ما راح أروح المدرسة، خرجوني من المدرسة. أقول له هذه مدرسة موهوبين، صح، إذا كان فيها معلم سيء لا يعني باقي المعلمة صراحة كلهم على قدر رفيع من الأخلاق والذوق، لكن ده للأسف معلم وكذا مرة تكررت منه، كذا مرة يضرب الأولاد، قبل كده ضرب حسن نفسه، لكن كنت أقول يلا، وحتى أبوه قال له مو مشكلة معلمة، على ما تربينا المعلم عادي يضرب ضربة بسيطة، لكن بالجبروت ده مو معقول مو معقول. وفوق ده كله انه اليوم الاب لما راح المدرسه قال لهم فعلا المعلم توقف من العمل. طيب. لين ما ياخذ لين ما ينتهي التحقيق. طيب. ومحتمل انه هو ينزل. مؤلم والله، مؤلم والله يا ام حسن اللي صاير، لكن ان شاء الله انا مره هامني انه يرجع الولد للمدرسه واموره تصير طيبه، وايضا احنا نتواصل معاك بحيث نشوف ان شاء الله حسن يعني يجيب لنا المركز الاول الثالث، هذا اعتبره اعتبره يعني قديم، الاول قريب ان شاء الله لانه حسن. ان شاء الله يا رب يا، وانا من عندكم اناشد الملك والوزير التعليم وكلهم انه انتم لازم يوقف الاسلوب ده، لازم يوقف. طيب. مو معقول كل فتره نشوف نفس الفيلم. طيب يا ام حسن باذن الله ان الامور طيبه والى خير ان شاء الله، وايضا نشكر مدير التعليم اللي ايضا تواصل معكم، شكرا لك يا ام حسن، وان شاء الله ان حسن يرجع المدرسه ثاني مره. الحديث عن هالموضوع اكثر معي مباشرة من المدينة المنورة الدكتور صلاح معمار مستشار تربوي وكيل عمادة شؤون الطلاب بجامعة طيبة. أهلا دكتور. يا مرحبا، أهلا بكم، حياكم الله. في هذه الحالة معلم مستفز بالطريقة هذه، كيف احنا قاعدين يعني نطلع موهوبين والمعلم مستفز بالطريقة هذه مع أطفال؟ في البداية أنا أقول لي حسن أنت مش ملطشة، أنت مفخرة، أنت فخر لنا، أنت مستقبل، أنت جميل، أصحابك قاعدين يمزحوا معاك يومين
وترجع والأمور، فأتمنى أنك تستمر في هذا الخط. طبيعي هذه الموهوبين لهم خصائص مختلفة، فإذا كان معلم الموهوبين ما يعرف هذه الخصائص فهذه مشكلة كبيرة، لكن مش هذه اللي مزعيني تصدق أخي الحبيب، ولا الصورة اللي أنا شفتها. الصورة أنه هناك مؤيدين لهذا المعلم، أنه كثير من الناس يعني يقول لك والله تعال شوف الطلاب الآن مستفزين، الطلاب مدلعين، فبالتالي من حق المعلم. هذه المشكلة الكبرى الآن اللي احنا نعاني منها، يعني ما راح نشوف فقط هذا المعلم، راح نشوف صور متكررة للأسف. يعني أنا أبغى أطلع حسن من هذا الجو، أنه أعزز فيه أنه هو موهوب وحصل على جوائز وهو مفخرة للبلد مثلها برا، فإحنا قاعدين نعزز هذا الموضوع في حسن. هل كلامي صحيح ولا غلطان؟ لا لا، هو ما في نقاش، يعني أنت حبيبي حسن أنت موهوب واختاروك، وكل المملكة العربية السعودية تشهد لك، مش المملكة الجوائز معناته أنت حتى خارج المملكة العربية السعودية بيشهدوا لك. موقف اللي حصل قد يكون حتى معلمك هذا اللي أذاك، خلينا نأخذ جانب شوية إيجابي، قد يكون هو ساهم في موهبتك وإن شاء الله الأمور تعود إلى نصابها. لكن قضية الضرب أنا أشبهها بشكل بسيط جدا كالقائد الغشيم، بمعنى هي عبارة عن مهارات ونظام، لأنه لا يملك المهارة فهو غشيم كل يوم يعمل حادث سيارة، ولأنه ما في نظام يردعه فبالتالي يسرع ويكسر النظام. المعلم الذي لا يملك بدائل للعقاب البدني طبيعي جدا أنه يمارس، لأنه هو الأداة الوحيدة اللي يردع فيها سلوك، لأنه لا يملك مهارات أخرى، فبالتالي زي أي رجل شارع مثلا لا يملك إلا أكرمكم الله إلا البصق لما أي شخص يعتدي عليه، لكن لو يكون عنده مهارات حوار، مهارات إقناع، يستطيع أنه يستخدم. فهذه إشكالية أنا أراها يعني منتشرة عند عدد كبير من المعلمين. دكتور صلاح، لما يتخرج المعلم من الجامعة يروح على طول المدرسة ويدرس، هل إحنا نطالب الفترة القادمة وزارة التعليم أنها تسوي فحص نفسي للمعلمين؟ والله يعني هذه من احد الافكار اللي طرحت قبل كذا، بل بعضهم تجاوز وتجرأ وقال حتى فحص مخدرات يعني، لكن هي بغض النظر عن الفحص، لانه انا راح اكون شويه اخذ البرسبكتيف الغربي، انا درست ودرست في امريكا، بالتالي بعض النماذج المعلمين اللي في امريكا أسوأ من معلمين بلاد الحرمين، بلاد الحرمين عندهم اخلاق وعندهم امور يعني صعب جدا انه حتى تغيب عقلهم، لكن هناك قوة النظام تجعل حتى الشخص اللي خارج أكرمكم الله وعزكم من البار وسهران في البار، لما نيجي وقت الدوام تجده شخص آخر، لأنه نظام عنيف قوي واضح، الطالب يستطيع له أدوات واضحة جدا ومسار واضح جدا للشكوى، والمعلم يصل إلى طرده ليس التحقيق، لأنه واضح إذا عملت كذا تحصل على كذا، أنا محتاج إني أحقق. إذن أنت الدكتور صلاح مهمة جدا حتى لا يهاجموني أخو المعلمين أخوي الكريم. أنت تؤيد أن يكون المعلم رخصة تعليم يأخذها من الوزارة؟ هذه حقيقة، هذه ممارسات عالمية، أنا أخذت اللو لايسنس في ميتشيغن، هذا ما يمكن أنك تدرس لأنك فقط درست مواد تربوية في كلية التربية، لا يكفي. طيب دكتور صلاح معمار المستشار التربوي، وضعت النقاط على الحروف ولمست الجرح بصراحة، شكرا جزيلا لك، أتمنى ما تبخل علينا في آرائك في الفترات القادمة، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. يعد المسرح الروماني بالجبيل الصناعية نافذة على حضارات العالم من خلال إقامة 5 مناسبات عامة على الأقل في العام. يحتضن هذا المسرح فعاليات وأنشطة اجتماعية وتربوية وتثقيفية يعيشها سكان المحافظة والمجتمع السعودي كمهرجان الزهور والربيع والتراث ومهرجان الشعوب. المزيد في تقرير زميلي سعيد الشهراني، وراجعين مع قضايا أخرى. تسمى الفنون بقيمتها الأدبية إنسانياً عندما تصنع قواسم مشتركة في حياة الشعوب، هذا ما خلده الرومان بمسرحهم الشهير، فغدا تصميما عمرانيا تنمويا منذ عصرهم حتى يومنا، حيث نجح مهندسو التخطيط العمراني بالهيئة الملكية في الجبيل في توظيف ذلك المسرح ضمن مشروع الواجهة البحرية بالفناتير ليحقق الغاية من إنشائه، فكان جمال التصميم والاستفادة العملية باستثماره في إقامة الاحتفالات والأعياد والمهرجانات الموسمية ونشر مفاهيم الثقافة والفرح بالمدينة. خطط هذا المسرح وفق ما يتعرف عليه عالميا يعني بالمسرح الروماني، حيث أنه عبارة عن مدرجات مفتوحة تحيط بها الأعمدة من الخلف
حرص في تصميم أن يكون مواجه للبحر بدرجة ميلان تحجب إشعة الشمس الحادة عن الجمهور. المسرح الروماني بالجبال الصناعية صمم على شكل نصف دائرة تتكون من 12 صف تمثل مدرجاته وتتسع لنحو 500 شخص، وباحت العرض بمساحة 500 متر مربع تقريبا، يزينه 15 عمود من الخرسانة تقف في أعلى مدرجات المسرح بارتفاع 10 أمتار وتترابط فيما بينها بأقواس على الطراز الإسلامي. تميز بأنه المسرح الروماني الوحيد بهذا التصميم في المملكة، لكنه صمم ليستوعب أعداد كبيرة من الوقوف بين الأعمدة. سعته تقريبا لحدود 500 متفرج، إذا ما قست الأماكن المحيطة فيه فهو مسرح مفتوح قد يتسع إلى أكثر من 1000 شخص أو 2000 شخص حتى. ونجح المسرح الروماني بالجبال الصناعية في رفع مستوى الوعي الاجتماعي والمشاركة الأسرية في الفعاليات المختلفة والاحتفالات العامة بالمدينة. يصنف المسرح الروماني ضمن مفاهيم المسرح التنموي الذي يستهدف التثقيف ورفع مستوى الوعي ونشر الفرح. سعيد الشهراني، الإخبارية، الجبال الصناعية. أكد عضو لجنة التأمين في مجلس الغرف الأستاذ سامي العالي أن 50% على الأقل من شركات قطاع التأمين بتضطر إلى رفع أسعارها للتأمين الصحي والتأمين أيضا على المركبات خلال العام الجاري، وأشار إلى أن تلك الشركات حققت خسائر في الربع الرابع من العام الماضي وبتضطر إلى رفع أسعارها بنسبة قد تصل إلى 100%، لافتا إلى أن التقدير سيكون بيد أصحاب الاختصاص. وتابع العالي أن كثير من الشركات في قطاع التأمين تحاول تخفيض مصاريفها من خلال وضع تسعيرة حقيقية للمخاطر والحوادث وليس تسعيرة مبالغ فيها. من جانب طالب الناطق الإعلامي لشركات التأمين عادل العيسى شركات التأمين بإيجاد منتجات تأمينية أخرى بدل التركيز على المنتج الصحي والتأمين على المركبات وإعادة التفكير في الاندماجات اللي ستعيد التوازن للقطاع وسيساعد الشركات على التخصص. الحديث عن هذا الموضوع اللي قاعد يكبر يوم بعد يوم، معي هنا في الاستوديو الاستاذ صالح العمير الخبير في قطاع التامين. اهلا استاذ صالح. اهلا وسهلا. الله، احنا مشكله كل يوم قاعده تكبر. نعم، ونبغى نعرف وش نهايتها. مساله التامين هو بدا يعني في السنوات الاخيره لما تغير المشهد. إيه؟ يعني كانت يمكن تذكر كانت التعاونيه التامين. صح. هي الشركه التي اسستها الدوله وصناديق التامينات. صح. والتقاعد، وبدأنا في التأمين من نهاية تقريبا من نهاية الثمانينيات الميلادية. وبعدين في السنوات الأخيرة لما فتحنا في 2007 للشركات طرحنا مجموعة ضخمة من الشركات، يعني أصبح 35 شركة كانت طرح عام. هذه الشركات أدخمت السوق بشكل كبير، وخاصة أنه الإجراء اللي تم فيه الطرح أنه تؤسس الشركة وتطرح مباشرة كاي بي او أو طرح. كنت محتاج أنت أصلاً ذاك الوقت؟ كنا محتاجين صراحة، بس أنه يعني التجربة كانت شوي فيها مغامرة كبيرة. أنك الشركات أخذت تقريبا سنة إلى سنتين ويتستهلك من رؤوس أموالها. هذه لما بدأت الشركات بالفعل بالإنتاج كانت تآكل جزء من رأس المال وما استطاعت أنها تلحق يعني في عملية الربح اللي تستطيع أنها تقف وتستمر. إذا إحنا في البداية أضرينا بالشركات إنه كانت يعني فتحنا المجال كاملا. يعني قطاع لما تيجي سوق الأسهم قطاع التأمين فيه خمسة أكبر عدد كقطاع هو قطاع التأمين. صحيح، ولكن أقل فائدة. الآن قاعدين نقول أنه قاعدين هم يقولون نبغى نرفع الأسعار، هذا الحل اللي عندك؟ نعم. أنه على طول يلا أرفع الأسعار. شغلة الأسعار هذه الناس تأخذ التأمين ببساطة نوعا ما. إيه؟ يعني عندنا الآن الزخم هذا سبع شركات الآن خسرت أكثر من 50% من رؤوس أموالها. وشركات أربع شركات زادت رأس مالها بطرح حقوق أولوية وأسهم حقوق أولوية وكذا. لكن هذا لن كل ما تزيد في هالقطاع رؤوس رأس المال كل ما يعني والإدارة لم تتغير والأسس لم تتغير سيتآكل مرة أخرى وسنرجع لنفس الدائرة. صالح، خليني أكون أنا يعني المحامي من ناحية ثانية. يعني الحين شركات التأمين كانت تكسب
مكاسبها كانت عالية. لما جينا أول هزة بدينا نقول أنه على طول روح للمواطن. لا بس الشركات التأمين، كل شركات التأمين الجديدة أيه؟ تقريبا قلة منها التي كانت تربح، كانت كثير منها يعاني الربح قليل أو خسارة قليلة، ولكن وفي شركات خرجت من السوق تقريبا يعني. صح في شركات خرجت أو أنها على وجه الخروج يعني. لا نقارن، في عندنا 4 شركات كبيرة تستحوذ على حوالي 70% من السوق، والبقية يتصارعون على المتبقي من السوق. طيب يعني نتكلم اليوم، أنا شفت تقرير اليوم كان في صحيفة مكة جميل جدا، بيّن أنه عندنا إحنا الأعلى في التأمين، يعني أعلى من مصر، أعلى من الكويت، أعلى من الدول اللي الخليج، إحنا صايرين الأعلى. إذا نظرنا للسيارات على سبيل المثال، السيارات في السعودية تعتبر المخاطرة عالية جدا، يعني من أكثر الدول إحنا على مستوى العالم أصبحنا. لذلك لا تلوم شركات التأمين أنها ترفع، شركات التأمين تخسر لا تربح في قطاع تأمين المركبات والسيارات. أنتوا الحين تبينون لي أنه التأمين مساكين وأنه الناس ضايمين التأمين. التأمين الآن كسب من السنين الماضية كانت مكاسب طيبة، ما هو مش خلاه يجلس مدام كان خسران. إحنا الآن ننظر أنه شركات، 7 شركات الآن خسرت نص رأس 50% من رأس مالها. هذا دليل أنه لما تجي تشوف القائمة تجد أن كثير من الشركات تعاني. يعني لا تقارن بالتعاونية وبوبا والشركات الكبيرة. عندنا كم شركة تأسست لأنها أخذت سنوات، هي الدورة تأخذ فترة طويلة. إيش الأفكار الإيجابية اللي ممكن إحنا نطلع منها بهالخسارة؟ ما نبغى نكون سوداويين إنه في خسائر الآن، إحنا ما نبغى الشركات تطلع، نبغاها تتطور أكثر. الدمج فكرة رئيسية وكويسة. الدمج أنت لا تستطيع أنك تدمج مشاكل في بعضها البعض. ايه؟ الآن حتى الاستحواذ أصبح غير مغري في القطاع. يعني أنا كشركة تأمين كبيرة من الصعب أني أخذ شركة القطاع الإداري سيء، الإدارة سيئة. الشركة هذه ستذوب، ستنتهي. يعني سنرى أنه هذا القطاع سيعدل من مساره، بأنه كثير من هذه الشركات ستتآكل وستنتهي، وسيصفي السوق على 10 شركات أو 12 شركة. اللي قاعد يصير مؤشر خطير؟ أكيد مؤشر خطير، لأنه الآن في سوء إدارة في القطاع، ومجالس الإدارات غير متخصصة. يأتي تجار وعقاريين ويديرون قطاع متخصص، وهذه أحد المشاكل يعني المواجهة. واحد تاجر عقار عنده كمرض وكذا فيشوف في المكسب يوم يتورط يجي يقول إنه يعني مع احترامي للعقاريين، بس أنا أخذها كمثال. صحيح. لأن أي واحد عنده رأس مال وصار عنده مقعد في مجلس الإدارة أصبح ينظر على قطاع التأمين ليس من اختصاصه. صالح العمير، أنا كنت يعني ممنون على جيتك لأنه بتعطينا معلومات كويسة، فأشكر لك جزيلا حضورك. شكرا جزيلا لك أستاذ صالح العمير الخبير في قطاع التأمين، يعطيك العافية. الله يحفظك. كشف محافظ ينبع مساعد السليم من المصنع النسائي اللي سيتم افتتاحه بينبع خلال الفترة المقبلة بيوفر 5000 وظيفة نسائية. أكد السليم أن المشروع هو ضمن إحدى الخطط الاستراتيجية اللي يتم العمل بها لتطوير محافظة ينبع من جميع النواحي. من جهة ثانية أيضا عبر محافظ ينبع عن خيبة أمله عقب تخلف عدد من الشخصيات عن الحضور إلى واحدة من الملتقيات اللي دعا إليها المحافظ. أشار إلى أن محافظ ينبع دعم مديري الإدارات وأعضاء المجالس المحلية والبلدية ورؤساء المراكز إضافة إلى مشايخ القبائل إلى الملتقى، لكنهم لم يحضروا. انضم لي عبر الهاتف محافظ ينبع المهندس مساعد السليم. أهلا مهندس مساعد. أهلا، حياك الله أستاذ عبد الله. يعني أنا كنت سأصاب حتى أنا بخيبة أمل لو ما طلعت معي، لأن حاولنا تكون معانا من تلفزيون ينبع، ففي الأخير عشان اجتماعاتك يعني إحنا نقدر هالاجتماعات والعمل اللي عندك، فالحمد لله ما أصبنا بخيبة أمل زي ما أصبت أنت أيضا بخيبة أمل. لا أنا حريص جدا، أي برنامج تستضيف وأنا أني أكون معاكم أي الله يحفظ. أي وقت الله يحفظك. وهذا دائما اشوفه فيك مهندس مساعد انه متجاوبين معانا. المصنع الجديد بيوفر 5000 وظيفه لبنات ينبع، ايش اللي بيطلبه من تخصصات؟ اسمح لي طال عمرك بس اوضح لك حقيقه. يظهر الخبر
مو 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 صحيح بالدقة اللي أنت ذكرتها. أيوة. الحقيقة مهم دائما نكون شفافين وتكون المعلومة الإعلامية اللي تظهر تكون دقيقة. إذا سمحت لي بس أوضح لك نقطة والوقت يسمح ممكن أوضحها لك. تفضل. طبعا أولا المعلومة للأسف واسمح لي دائما المسؤول عنده مشكلة لما يتفاعل مع الإعلام ويكون ظاهر وعلى سليقته الطبيعية يعني بدون أي تحفظات دائما تأخذ المعلومات غير دقيقة وتطلع للإعلام ليست في المعلومة الصحيحة. هذا الموضوع طبعا كان عندنا ملتقى أهالي ينبع السنوي الأول وكنت الحقيقة أعرض في أحد الفقرات الخطة الاستراتيجية لينبع لعام 2016. أحد الفقرات الجزء اليسير فيها كان يعني كيف تكون ينبع من الأهداف أن تكون مدينة اقتصادية توفر فرص استثمارية. كان فيها فقرة في عبارة عن تأسيس أو البدء في مدينة صناعية بدأت فيها مدن وهي تعرف مدن على مستوى المملكة واختارت ينبع لتكون مقر لهذه المنطقة الصناعية بتوجيهات أمير المنطقة وبحرص شديد من وزارة التجارة. وكنت كانت فقرة صغيرة الإعلام للأسف أخذها وأولها للشيء للرقم اللي ذكرت ليعطيها وهج إعلامي وهذه من المشاكل اللي احنا نعانيها مع الإعلام إنه المعلومة غير دقيقة يعني وأنا حقيقة كمسؤول يجب يعني مو صحيح 5000 مهندس مساحة لا هي طال عمرك شوف احنا هذه المدينة الصناعية النسائية بدأ المقاول في استلام الأرض وسوف يبدأ فيها تحتاج تحتاج 36 شهر. طبعا المدينة الصناعية النسائية نعم عندما تنتهي سوف توفر 5000 وظيفة حسب ما هو موجود في مدن ولكنها ليست الآن هي بداية المشروع. الإعلام أو للأسف الإعلاميين اللي يكونوا متواجدين في مثل هذه المناسبات يأخذ جزء يسير من المعلومة فينقلها بعناوين جذابة طيب. وأنا أحب أصير صريح صراحة فقط. والله مهندس دائم صريح معانا بس أنا بشوفك إن شاء الله قريبا من هناك تلفزيون ينبع حريصين على وجودك نبي نتكلم عن مشاريع كثيرة بينبع. شكرا جزيلا لك مهندس الله يعطيك العافية وقويكم مهندس مساعد السليم محافظ ينبع شكرا جزيلا لك. أوقفت وزارة العمل خدماتها عن شركة سعودي أوجيه لعدم دفعها رواتب عمال الشركة لأشهر عدة وتعطي هذه الخطوة مؤشر على الأزمة المالية اللي تعيشها الشركة اللي تعمل في المقاولات وتعتبر من الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وتتخذ من الرياض مقرا لها ويعني تعطيل الخدمات عن الشركة تعليق منح تأشيرات العمل لموظفي الشركة ومنعها من الاستقدام حتى تجديد وحتى أيضا تجديد تأشيرات العمالة والموظفين الموجودة بما فيهم كبار المسؤولين اللي هم من الجنسية اللبنانية زي ما يعرف الجميع. من جانبها أكدت وزارة العمل أنها ستتابع هذه القضية وأنها قامت بتطبيق ضوابط برنامج حماية الأجور على الشركة والله قوي وزارة العمل. للحديث عن هذه القضية ينضم لي عبر الهاتف المستشار القانوني دكتور سعد الوهيبي. أهلا دكتور سعد. أهلا وسهلا بك الله بالخير. نسيت بالنور يعني سعودي وجاي عشان نكون صريحين زيادة يعني سعودي وجاي عندها مشاكل في السعودة كبيرة جدا كثير يعني يتكلم عنها بالإعلام الآن عندها مشاكل بالرواتب ما هي الخطوات والإجراءات القانونية اللي يستطيع الموظف اتخاذها لحفظ حقه وحق أيضا زملائه بس باختصار لأنه اليوم أنا أباخذك في مجال أكبر إن شاء الله لهذه الشركة أيضا في حلقات قادمة بس أباك تعطيني المحة عشان نقول للموظفين اللي حتى بعضهم خايف يظهر معنا من الشركة وش اللي بتسوي فيه بعدين. أولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. الاختصار ليس في صالحك أو في صالح المشاهد ولكن أحاول بقدر الإمكان يعني. طيب ما علي يعني تعاون معي تفضل. بالنسبة للأجور هي تعد من الديون التي تترتب من المرتبة الأولى في أي شركة أو منشأة بمعنى أنه حتى لو الشركة أفلست يتم سداد المرتبات والأجور قبل سداد أي ديون أخرى وهذا دليل أنه مسألة الأجور يعني لا يوجد فيها تهاون عليهم أولا التقدم إلى مكتب العمل وأكيد هذا حصل ومن ثم راح يحالوا إلى الهيئة الابتدائية
لنظر شكواهم والمطالبة بقيمة المرتبات بالإضافة إلى التعويضات اللازمة اللي هم يستحقونها. قبل هذا طبعا يتم إخبار إدارة التفتيش للخروج إلى الشركة ومعرفة ما إذا كان هناك أيضا مشاكل أخرى أو لا، لأنه هي مهمة التفتيش ليست بعد حدوث المشكلة، هي مهمة قبل حدوث المشكلة. فكان يجب تدارك هذا الموضوع من قبل الشركة أولا ومن قبل أيضا إدارة التفتيش ثانية. تصدق يعني أبغى أفهم يعني الشيء اللي بتسويه وزارة العمل والإجراء القانوني اللي بتسويه وزارة العمل مع الشركة، هل هذا الإجراء أنت قاعد تشوف أنه صحيح إيقاف الخدمات واللي قاعد يصير فيها، هل هو كافي ولا أيضا محتاجين شدة أكبر؟ والله شوف، إيقاف الخدمات ليس بالشيء السهل على أي منشأة. صحيح. ولكن أنا أتحدث عن الأمور المالية وليست الأمور العقابية. الأمور المالية هي واجب أي جهة حكومية دفع القطاع الخاص وتنميته. ولكن هذه الشركة بالذات يبدو أنها كثرت مشاكلها في الفترة الأخيرة، خاصة أنه قبل فترة كان عليها مشاكل في الموظفين الموجودين في المدينة المنورة الخاصة بمصحف الملك فهد الله يغفر له. صحيح. بصراحة أشوف دكتور سعد يعني الوضع في السعودية، وجاي أنا ودي يجيبوا لنا قائمة بما أنهم يتخذون من الرياض مركزا لهم ونشوف مين اللي في الوظائف الإدارية الكبرى في الشركة، إذا إحنا أخطأنا عليهم نستحق أي عقاب بيشوفونه هم أو غيرهم. لكن أتمنى أنهم يورونا الوظائف الإدارية الكبيرة مين ماسكها، وأيضا التنفيذين اللي موجودين برواتب كبيرة من أي جنسية. أولا معليش يعني أنا أفيدك في الموضوع هذا قبل ما تسألهم. تفضل. معظم الوظائف القيادية الموجودة لديهم هي لأجانب. معروف. والدليل، وأعطيك دليل. تفضل. أنه قبل فترة من الزمن تم القبض على أحد الأجانب في إحدى المطارات الخاصة بالمملكة وهو يحمل مبلغ لا يقل عن مليون أو مليون وشوي دولار، وما أفصح عنه. نعم. أكيد طبعا ما أفصح عنه، وإلا ما كان قبض عليه. وهذا يدل طبعا أنه لا يمكن شخص يمتلك هذا المبلغ إلا إذا كان يعني شخص يعني دكتور سعد له هذه المكانة العالية. يعني دكتور سعد تفضل، ابغى منك وعد تجيني تشرفني هنا ان شاء الله الاسبوع هذا، نبي نتكلم في هالموضوع باذن الله ان شاء الله. اقول لك شاكر، لانه يعني سعوده الكثير من الوظائف يجب ان تكون موجوده الفتره هذه، وما هو بكيف اي احد انه يعني يستفيد من البلد ولا يخدم ابناء البلد. شكرا جزيلا لك المحامي والمستشار القانوني الدكتور سعد الوهيبي، يعطيك العافيه. طيب في كليب نباكم تشوفونه، في تريلر كانت تمشي في الدايري، خلكم تشوفونه ونرجع نختم الحلقه. مره جميله يعني التريلر هذه. السلام عليكم، صباح الخير يا اخوان، ونقول اولا واخيرا صباح النور للمرور. بلاغ الساعه 9:19 دقيقه، الان الساعه 9:43 دقيقه. هل الوضع هذا يا جماعة خير في أي دولة سيارة تقدر تمشي بالشكل هذا؟ يا أخي هذا يمسك ويسفر، اللي مستهتر في أمراح الناس مستهتر في أمراح البشرية ويمشي عشان يودي سيارته للصناعية، الآن قاطعين حوالي 30 كيلو ومبلغ عنه. هذه السيارة الآن إعلان للمرور، لعلهم يلتفتون للشوارع والتريلات اللي قاعدة تلعب في الشوارع. مشاهدينا هذا آخر ملفات حلقة الليلة، أنتم دائما عين الراصد، راسلونا على وسائل التواصل الظاهرة أمامكم على الشاشة وكذلك أيضا على موقع الإخبارية .net. كان في ملفات ثانية، استودعكم الله على وعدنا إن شاء الله بكرة بإذن الله.